السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين. النهاردة 15 أكتوبر 2019 أول أيام معرض الكانتون فير أو معرض جوانجو التجاري الدولي، أحد أكبر المعارض التجارية على مستوى العالم، والذي يعقد هنا في مدينة جوانجو. إن شاء الله هعمل رسالة يومية مسجلة وابعتها لحضراتكم، ربما يتعثر البث المباشر اللي كنت بعمله لحضراتكم من معرض الكانتون فير. النهاردة أول يوم من معرض الكانتون. طبعاً معرض كانتون، فيه معلومات سريعة للي ما تابعش قبل كده معايا على قناتي على اليوتيوب هيثم في الصين. معرض الكانتون فير هو معرض تجاري دولي يقام في مدينة جوانجو كل عام، بقاله 60 سنة بيقام في مدينة جوانجو مرتين في السنة، اسمه معرض الربيع والخريف، يعني مرة في 15 إبريل ومرة في 15 أكتوبر من كل عام. المعرض مدته حوالي 22 يوم تقريبا، مقسوم لثلاث مراحل، لكل مرحلة 5 أيام عشان تسع كل المنتجات اللي بتعرض في المعرض. طبعا يعني لو قلت لكم معلومات سريعة، ان المساحة بيقام عليها المعرض كله حوالي 1,200,000 متر مربع، عدد العارضين اللي بيعرضوا في كل مراحل المعرض حوالي 60,000 عارض او 60,000 بوث تقريبا. لو قالوا يعني كان بيقولوا كمية الاوردرات والفلوس والتعاقدات اللي بتتم اثناء مرحلة المعرض تتجاوز 150 مليار دولار. طبعا هو احد، يعني ممكن نقول احد عناصر الدخل القومي للصين، حاجة عظيمة جدا. طيب خلينا نقول المعرض ممكن نستفيد منه ايه. المعرض ده معرض الكانتون فير بيبقى يعني نوعين من الناس بيجوا يزوروا معرض الكانتون اللي انا موجود فيه دلوقتي. النوع الاول اللي هو بيبحث عن منتج ولسه بيحاول يشوف حاجة جديدة مثلا، او نيو بيزنس، او بيبحث عن نيو تشانس او فرص جديدة، فبيجي المعرض، وبالذات المرحلة الاولى اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي، المرحلة الاولى بيعرض فيها مجموعة من المنتجات هنقولها. المرحلة التانية ان شاء الله اللي هتعقد يوم او هتكون يوم 23 اكتوبر هيعقد فيها مجموعة اخرى من المنتجات، ثم لمدة 5 أيام، ثم راحة 3 أيام، ثم المرحلة الثالثة يوم 1/11 هيعرض ايضا فيها مجموعة اخرى من المنتجات. طيب المرحلة اللي احنا فيها دي ايه المنتجات اللي موجودة؟ طبعا المعرض بيقام على يعني على مساحة 1,200,000 متر مربع، 3 أريا، 3 مباني، كل مبنى فيه عدد من الصالات حوالي 7 صالات تقريبا او 5 صالات تقريبا. يعني مثلا في اريا ايه اللي ورا الكاميرا على طول دي، في حوالي 7 صالات من 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، كل صاله دورين او 3 ادوار. اريا بي هنا في حوالي زي ما شايفين اللي هي صاله 9 وصاله 10 و11 و12 و13. في بقى هناك اريا سين الناحيه الثانيه بنمشي لها شويه كده قد 800 متر، دي فيها حوالي 3 صالات، 14 و15 و16، كل صاله 4 ادوار كاملين. طيب ايه البضائع اللي بتعرض في هذه المرحلة الاولى اللي هي من النهاردة 15 لحد يوم 19، 5 ايام بيعقد فيها او بيعرض فيها مواد البناء والديكور، الادوات الصحية ومعدات التويلت، الادوات الكهربائية والمنزلية جميعا، الكمبيوتر واجهزة الاتصال وحاجات التكنولوجي كلها، ايضا الادوات والمنتجات الالكترونية والكهربائية وادوات واجهزة الاضاءة واللايتنج كلها موجودة هنا في صالة 10 او صالة 11 تقريبا، ايضا المعدات والالات والماكينات الكبيره والصغيره، ودي بره في الاوبن اريا في المساحه المفتوحه بره، دي بتشوفوا فيها الجرارات، التركات، التريلات، العربيات، الميكروباصات، الاوتوبيسات، كل حاجه موجود، بس طبعا مش متخصصه زي المعارض المتخصصه. ايضا بيعرض ايضا في هذه المرحله كل ما يهم الناس اللي شغاله في قطع غيار وكماليات واكسسوارات السيارات، كلها موجوده في صاله 6 وتوابعها في الخلف في الاوبن اريا ايضا موجوده، ودي الناس اللي شغاله في قطع غيار وكماليات واكسسوارات السيارات. ايضا في المنتجات الكيماويه الكيميكلز، كل ما هو الحاجات الكيميكلز والمواد الكيماويه كلها موجوده في هذه المرحله، موجوده في اريا سي. اريا سي اللي هي بين اريا اي واريا بي في ممر تانل كبير كده، بنركب يا اما الالكتريك كار او بنتمشى على السير الكهربائي وبنروح على اريا سي، هناك موجوده الكيميكلز في الدور الرابع. ايضا عندنا في الدراجات البخاريه والدراجات الكهربائيه وايضا واكسسواراتها وقطع غيارها، وايضا الادوات الحديديه وكل الحاجات الحدايد كلها موجوده ايضا في اريا سي الناحيه الثانيه. ايضا المعدات والالات الهندسيه، وعلى فكره بالمناسبه المرحله الاولى دي بتعد احد اكبر واهم المراحل في معرض الكانتون اللي هم المراحل الثلاثه. ليه؟ لان هي فيها الشغل بنسميها، بنقول فيها يعني فيها الشغل التقيل كله يعني. فالناس اللي بتبحث عن فرص جديده، الناس اللي بتبحث عن بيزنس جديد، المرحله الاولى دي اعتقد هي اهم مرحله ممكن تهمك. طب لو انت مش هتلحق تيجي المرحله دي في الخمس ايام دول، ظبط من دلوقتي رحلتك على يوم 15 ابريل القادم،
يعني تحجز من دلوقتي، مفيش مانع تحجز طيران من دلوقتي، والفيزا سهله اعتقد في اي بلد انت موجود فيها على حسب الفيزا انت بتطلعها من السفاره او بتيجي اونلاين على حسب البلد اللي انت فيها موجود فيها. طبعا زي ما احنا شايفين نظره عامه، احنا موجودين دلوقتي في اريا بي، اريا بي اللي بتبدا من صاله 9 و10 و11 و12 و13، حوالي خمس صالات تقريبا، كل صاله فيها حوالي ثلاث ادوار تقريبا، دور تحت وادي دور، ادي الناحيه دي، وفي دور علوي كمان. الدور اللي فوق ده فيه اللي هو الانترناشونال بافيليون اللي هو الصالات، الصاله الدوليه، الصاله الدوليه دي اللي فيها الدول الاخرى اللي بتيجي تعرض في معرض الكانتون، عامل لهم صاله كبيره لوحدهم. وبالمناسبه الصاله دي فيها جمهوريه مصر العربيه واخده حوالي ما شاء الله 15 بوث تقريبا، في حوالي 15 او 20 شركه مصريه موجودة هنا بتعرض منتجاتها، زي العربي، زي يونيفرسال، زي يعني مجموعة من الشركات اللي هي فريش وهكذا، يعني شركات مصانع مصرية بتعرض، وغالبا كلها في الأجهزة المنزلية دي طبعا، عن اللي عن الشركات المصرية اللي موجودة. أيضا في طبعا شركات تركية، في كوري، ياباني، أمريكي، إيطالي، أسباني، كل ده موجود في الصالة في الدور الثاني اللي هي الانترناشنال بافيليون أو الجناح الدولي. طبعا زي ما احنا شايفين اقبال ناس كتير جدا، يمكن وانا عملت فيديو تاني ممكن تشوفوه على اليوتيوب على قناه هيثم في الصين او الصفحه الرسميه هيثم ان شاينا وهيثم في الصين ادم العربيه، هتشوفوا كم الزحام اللي انا صورته بره، والطابور طول الطابور قد ايه، طابور طويل جدا عشان تقدر ان انت طبعا تخش المعرض. اول يوم بالذات زحام شديد جدا. المعرض فرصه كبيره جدا، دي رساله اول يوم، هحاول ان شاء الله يا اما ان انا اعمل لكم البث المباشر كما اعتدتم مع هيثم في الصين، بعمل لكم بث مباشر من معرض الكانتون لصالات الماكينات وايضا بعض المنتجات الاخرى على حسب الظروف والمواعيد وامكانيه البث ان شاء الله. طبعا المعرض موجود هنا في محطتين مترو، محطه اشهر محطه اسمها باجو، طبعا تقدر تيجي بسهوله. وتابعوني للرسائل الاخرى من معرض الكانتون فير مع هيثم في الصين على قناتي على اليوتيوب، وايضا جميع منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، سناب شات، تويتر، لينكد ان، كله تحت اسم هيثم في الصين. القاكم، تابعوني كل يوم في رساله جديده من رسائل معرض الكانتون فير مع هيثم. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.